بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الفرح بدون موسيقى في المنام للفتاة العزباء والمتزوجة والحامل. فإذا رأت الفتاة العزباء أنها تحضر فرحا ولا يوجد أي موسيقى في حلمها، فإن ذلك يرمز إلى زواجها من رجل تقي ومتدين، وسوف تتردد في بداية الأمر ولا تقبله، ولكن ستوافق بعد ذلك والله تعالى أعلم. وإذا كانت توزع الطعام في فرح ليس به أي موسيقى، فهذه إشارة إلى أنها تساعد الغير وتقدم الخدمات لهم، والفرح بدون موسيقى يدل على أنها تحصل على مكانة مرموقة وشأن عال وسوف يحترمها الناس. وإذا تزوجت من شخص لا تعرفه ومجهول بالنسبة لها ولا يوجد ما يشير إلى أنها في فرح، فذلك يدل على النجاح والازدهار في حياتها. وأما بالنسبة للسيدة المتزوجة فيشير الفرح بدون موسيقى إلى حدوث مناسبة سعيدة مع حضور العائلة والأصدقاء المقربين. وإذا كانت ترى زفافا بلا موسيقى في منزل جار لها، فهذه علامة واضحة على تعرضهم لأزمة أو هم كبير والعياذ بالله. وأما إذا كانت تقدم الطعام في فرح لا يوجد به موسيقى في بيتها، فذلك دلالة على تبشيرها بالحمل في القريب العاجل، وبعد أن تضع مولودها سوف تقيم عقيقة له بإذن الله. وأما بالنسبة للحامل فإذا شاهدت السيدة الحامل فرحا بدون موسيقى في منامها، فهذا يعني أنها سوف تضع مولودها بيسر وسلام دون أن تواجه أي متاعب أو معاناة، وستكون بخير وصحة جيدة هي وطفلها. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.